السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم مبروك، نهار مبروك. اليوم إن شاء الله غنصوم معكم واحد شهوة، نبدأ على بركة الله. يا بسم الله، نبدأ على بركة الله. بسم الله، نحتاج شوية درعة حمراء اليقطين قطع طريفات، غادي نديروها تبخر ونعسلوها مزيان ونديروها فوق الدجاج أو فوق الحم أو فوق باش ما بغيت. المهم كنحتاجو القرعة، شوية سكر كلاصي، شوية ديال القرفان، شوية العسل، شوية اللوز باش نفندوها. وكناخدو الغبرة ديال اللوز اللي كتبخر كنعركوها مع شوية اللوز وشوية العسل أو السكر كلاصي، وكنفندوها في السكر كلاصي وكنحطوها كديكور فوق الدجاج أو فوق اللحم. نبدا على بركة الله. هذه هي البريمة اللي غادي نبخرو فيها القرعة، نديروها تبخر ونرجع معكم. نرش على شوية الملحة باش تجي بنينة ونغطيها ونخليها تطيح كلها. القرعة دابا تبخرات ووجدات، أنا غنديرها تشحر في المقلة ونديرو نقيلة، نديرو الزبيدة غير شوية، غير القياس ديالنا. عندي غير شوية ديال القرعة، هي هادي هي مبخرة، هنا شفنا الماء هاي مبخرة ماشي مسلوقة، مقصوقاش أنا. غادي نشحرها ونمعكها مزيان، نزيد فيها شوية الملح إلا خاصها حتى اللخر. غنديرها حلوة هادي ديال الدجاج، نخلوها تتشرب هاد المرق كله، تنشف توقف مزيان. عاد نزيد شوية الملح أو الإبزار إلا كان، لا بغيت مبغيتش مبلاش. صافا غنديرها مع القرفة، نخليها دابا تشحر مزيان. غنزيد فيه واحد دري دري ديال الإبزار، كشويش البنة، الملحة راه لقيتها بنينة حيت درتها معها فاش تبخرات هكدا. غنزيد شوية السكر ولا سهيدة، قبيصة ديال الملح ديجا كنت درتها، ندير معلقة ديال السكر كلاصي وراس معلقة ديال القرفة، نبقاو نحركو حتى تنشف تتوقف. شتي بدا تتقلال وكتوقف باش ملي نبداو نكوروها تكون قابطة روحها. نعطيوها الخاطر مع التحرك، ما نوقفوش التحرك باش ما تحرقش لينا، الا تحرقات صافي غير لوحه. بحال هذه السفوريه ديال القرعه نحيدوها، ريحتها زوينه مع ريحه القرفه والزبده. شتي هي بدات تقلال، شتي كتعلك. دابا غنزيدو فيها شوية الغبرة ديال اللوز ولا الزنجلان ولا كاوكاو على حسب كل واحد، ماشي مشكل ضروري اللوز، إما اللوز إما كاوكاو إما الزنجلان على حسب، أولا بلاش كاع نخلوها غي هكا معندناش مشكل. حيد هادي شنيا ديال البزار، شتي لي كتبدا تديرها كتكعور يعني نشفات. دابا غنحبس عليها، واش ندير؟ غنزيد فيها شوية اللوز غير الغبرة ديالو، شتي غير الغبرة غير شوية، صافي دابا بركة عليها ونشف هاد الشتي. صافي هذا هو القياس بحال هكا. دابا نخليها تتبرد عاد نكورها.
دابا حنا وجدناها هي بردات. دابا غادي ناخذو بحال هكا هاد القياس تنكورو بهذه الطريقه. تكون المعلقه ديجا ناشفه ما يكون فيها لا ما لا والو. تنديروهم كويرات وتنزولوهم بحال هكذا، تنديرو فوق منها شويه اللوز بحال هكذا، كنحطوهم فوق الدجاج فوق اللحم هكذا. نزول معكم وحده اخرى بهذه الطريقه. باش ما نطولش معكم في الفيديو، صافي هاد الكويرات ها هما يا مزيونين، كيتحطوا فوق اللحم فوق الدجاج كيدوزوا بهم الدجاج اللي كان في الدجاج مقلي ولا محمر. وهادو تما نحطوهم تاني بحال هكا في غطيرات، نحلقو عليهم بالفرشيط هكذا، ترشو عليهم شوية اللوز هكذا، نقدروا نزيدو شوية العسل من الفوق هكذا بهذه الطريقة. ملي تتكون تفاية أولا شي حاجة تنحطوهم معاها. وهادي هي الشهيوة ديال اليوم، خليتكم على خير، ما تنساوناش في اللايكات. هادي القرعة، خليتكم الراحة، باي باي.